إذن بالنتيجة أعلن أنها أفرزت نتائج الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة. أقول قد أفرزت على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه لفائدة المترشحين الثلاثة. أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي؟ أين تحصل كل مترشح حسب العد التنازلي على ما يلي؟ أولاً المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت، ما يمثل نسبة 94.65%. اثنين المترشح الثاني السيد حساني الشريف عبد العالي عن حزب حراكة مجتمع السلم قد تحصل على 178,797 صوت، ما يمثل نسبة 3.17%. ثالثا المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122,146 صوت، ما يمثل نسبة 2.16%. أما بالنسبة للنتائج المحصل عليها من قبل المترشحين في كل ولاية فيمكنكم أيها السادة أيها السيدات الاطلاع عليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للسلطة المستقلة. تلكم هي أيتها السيدات أيها السادة النتائج المؤقتة التي وجب علي إفادتكم بها عملا بإحكام المادة 259 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي سيتم مباشرة إبلاغها فورا إلى المحكمة الدستورية.